السلام عليكم متابعي موقع طنجاي، مرحبا بكم في حلقه جديده في ميكرو طنجاي. موضوع اليوم هو كيفاش دوزتي الصيفيه 2024. تبارك الله عليك اخو. غنقول لك كيفاش دوزتي الصيفيه ديالك خو. الصيفيه هذه كيفاش دازت عليا؟ اش غنقول لك، كل مره وفاي فهمتي. الصيفيه دازت احسن من ياها فهمتي. اللي دازت فيها مزيون دازت فيها مزيون غنقول لك، بحرت مع العشرين ديالي مع كذا فهمتي. مع الوطن اللي كنتي كتمشي ليلو اشقار كنطلع فهمتي، بحرت فواد لو بزاف فهمتي، مع العشرين ديالي قنقوش بلاي بلانكا فهمتي. اذا كانت فلوس موجوده على ثقيبة ضروري فهمتي، انا كتشد واد بوحديتي فقط. دابا خلات قاده وفلوس. لا ماشي قاده وفلوس، دابا فهمتي كنا واد بوحديتي حيت فهمتي الدراري خدام كتخدم. دابا ما خصنيش نبقى مريح بحال هو، دابا ريحت من الخدمه دابا انا خصني نبقى نهود فهمتي. انا واد من البحر كنطلع بحالي صافا. مين اللي تقاده وفلوس جيتي بلاي جيني من الاخر. شحال تكون خسرتي هاد الصيفيه هادي كامله؟ غاتكون هايداك واحد، كون خسرت واحد هيدا واحد 1500 درهم. تبارك كنت ناديتينا معاك صح. الصحه والراحه. الله يرحم والديك الباطون ديالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. غادي نقول لك كيفاش دوزتي الصيفيه ديالك. بالنسبه لي انا الصيفيه دازت هذا العام مزيانه ياك. اذا كانوا فيها فلوس موجودين نقول الحمد لله. مع الخدمه خدامين الحركه مروجه شويه. وفينو دابا البحوره اللي مشيتي وتساريتي فيهم؟ مشيتي لي مشيت لشقار، جيت هنايا البلايا، مشيت المرقالة. بالنسبه لي هذا الشيء حد الخدمه ديالي ما كتسمحليش نبحر بزاف. يعني ما سبعاتش بقيتي هنا؟ هنايا وصافي. يعني هاد الصيفيه هادي واش غتكون خسرتي فيها اكثر من الصيفيه اللي فاتت ولا بحال هاد الصيفيه هنا؟ لا هاد الصيفيه هادي ما خسرتش بالنسبه لي، ما خسرتش بزاف. الصيفيه اخرى خسرت بزاف. يعني هاد الصيفيه هادي مع الخدمه ما كتسمحليش نخرج بزاف من حد لحد وصافي. يعني بقيتي غير هنايا كتبرد وحتى دابا يلاه طلعتي من البحر. والله الا عاد طالع دابا. الصحه والراحه. الله يعطيك الصحه الله يحفظك. شداك؟ الله يرحم والديك. غنقول لك كيفاش دوزتي الصيفيه، واش هادي اللي احسن ولا هاد العام اللي فات هي اللي احسن؟ خوا هاد العام اللي فات حسان. شنو اللي كان فيها مزيون؟ العام اللي فات فهمتي خرجت شي حاجه، الصيف هادي والو ما سافرت ما والو كتا فهمتي. نقدروا نقولوا هاد الصيف جاتك مأزمه. ماشي بقضيه ديال المأزمه. كنت مشغول فهمت. يعني المشغول ديالك ما خلاكش تقدر تخرج؟ ايوا ما خلانيش. يعني بحرتي غير هنايا قريب؟ بحرتي هنايا، ما خرجتش طنجة هاد العام هذا مر. البحور اللي بحرتي هنايا في طنجة؟ قندوري مريسات قنقوش. المهم دوزتي زعما؟ صافا راح سبلاش دايما عاود هنايا. يعني انت دوزتي الصيفيه ديالك غير هنايا قريب؟ ايه هنايا استاذ. تاع العام اللي ما جي ان شاء الله. وجد لا دابا العام اللي ما جي ان شاء الله فين عاولها تمشي ان شاء الله؟ العام اللي ما جي ان شاء الله الحسيمه ياك حمزه؟ هنا هو حمزه عبد العشيه. واش يا حمزه صح شحال؟ تبارك الله عليك. عزك خاو. خاو ديالي تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخي. غنقول لك كيفاش دوزتي الصيفيه هذه؟ واش باش نقول لك، انا ماشي ما ساكنش هنا، انا جيت من اسبانيا. يعني من نزل الجاليه ديالنا. نزل الجاليه دابا خليها على الله وصافي. نجي نقول لك كيفاش دوزتي الصيفيه؟ الحمد لله يعني المهم. عموما كاينه واحد شويه دو فرق بين الصيفيه اللي فاتت والصيفيه هذه ولا؟ هو شويه 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 الصيفيه شويه كاينه الغلا شويه كاينه. الا هضرنا مثلا تسمى بلايص اللي مشيتي لهم قدرتي تمشي لهم وتزورهم. وا جهاد مشينا لجهاد شفشاو، جهاد اش كيقولوا له؟ واد لاو. واد لاو ديك جوايه قاع سراس. يعني تسمى كريسو تسمى. اي منا شي بركه تسماه. دابا انا قلت لك واش من ناحيه المصاريف ديال العام اللي فات وشحال هذا العام هذه المصاريف؟ لا هذا العام زايده شويه. شحال تقدر تكون زايده مثلا بالنسبه ديالك؟ شي 30% هذاك. 30% تقريبا. دابا ان شاء الله وكيل دابا عاوك الاستعداد باش ترجع الحال. باقي لنا والو، باقي لنا خصي ما نعاونش نرجع ان شاء الله. صحتكم وراحتكم. تبارك الله. الله يرحم والديك. نقولوا تحيه للناس ديالاش؟ بن قرسيف. تبارك الله عليكم. كيفاش جاتكم طنجه؟ طنجه زوينه اخويا. دابا جيتو انت والصديق ديالك؟ انا والصديق ديالي. واه. واش بارسو اوتيل ولا كريم؟ لا كريم حنا وياه خدامين حنا. شحال بارسو كره هنايا؟ كريم 150000. 150000. واه 150000. وفين دوزتي دابا الصيفيه ديالك؟ دوزتها في طنجه هنا بحوره. شنو بحوره تكون مشيتي؟ مشيت كسميتو اشقار. اشقار بحال ما مشيناش بزاف، مشينا هاد الاشقار هذا هو غير هنايا عاوتاني. غنقول لك شكون حسن واش هاد الصيفيه هادي ولا الصيفيه اللي فاتت؟ اخويا كنت هنا العام اللي فات هاد المره هادي حوايج زاهية العام اللي فات. ياك اخويا. هاوا غاتعرف واش حال تكون خسرتو دابا هاد الصيفيه هادي؟ باينه خسرتو على راسك. ايوا شحال تكون خاسر على شي ورش ناري مزال. الفلوس اخويا راه كتمشي هنايا في طنجه، راه كتاكل لك الفلوس اللي كتخدمو كطبو هنايا فهمت، كلشي كتاكلوه زعما تقول تجمع ولا شي اول. واش تجمع شي ريال؟ يعني اللي كتخدم كتصرفو على راسك. على راسك هذاك الشيء اللي كاين. الحق عايش الحياة. ايوا ضروري تعيش ضروري. فين بحرت اليوم؟ عاد جاي نتبحر اخويا. عاد جيتو. والله عاد جاي. رحت الصديق نتلاقاو.
باقي تزاد معاكم شي واحد الدراري زوين. انت ولد قرسيب. انت ولد قرسيب. قرسيب. بارك الله. وهي اخويا. في ناس مشوين هنا يقرا في البلاي. ها غير هنا في البلاي اخويا. بالصحة والراحة. الله يعطيك الصحة اخويا العزيز. حفظك. تبارك الله عليك. ودرنا شي تحية لقراسفة. هاي قول قول. تحية لقراسفة في ما كانوا الرجال. الرجال. دوار الليل حمرية. دوار الليل. تبارك الله عليك. الله يعزك على شي. حفظك. وهذه كانت الأجوبة ديال الناس في الشارع، وانتم شنو الرأي ديالكم خليوها في الكومنتر. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.